المؤرخين أن مكة تنقسم حارات، هو الأصح لنستخدم كلمة حارات بدل حواري لغويا. حارة هي مكان تجمع مجموعة من الناس في مكان محدد، فقالوا 12 حارة هي معروفة طبعا تأتي في مقدمتها ولأفضليتها هي سوق الليل، وألحقت بها طبعا القشاشية لأنه ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إحنا أصل تاريخنا وابتعاثنا هو من مسقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي طبعا الشبيكة هذه الثانية، الشامية، السلمانية، المسفلة، أجياد، النقا، جرول، حارة الباب، شعب عامر، القرار، المعابدة. طبعا لا يزعلون الأخوان يقول لك فين حاراتنا. نعم. هي مدمجة يعني مثلا زي المعابدة تدخل تحتها مثلا الجميزة والشيشة والملاوي وكل الحارات دي، كذلك الشبيكة يدخل تحتها الهجلة ومعها